في مكان محترم يقول لك عايز الرقم في تحت ماشي، فلان هو يا سيدي الرقم اللي طلع بيه يقدر يدور عليها ويقول لك هاتلها بنفس الطريقه كويس؟ لكن بيصنع الكترونكس الحاجات دي عندنا تو فاكتورز. يعني ايه تو فاكتورز؟ يعني حاجتين في بورد، في حاجه اسمها دي دي ال ترانزستور ترانزستور بروجكت، وفي حاجه اسمها سيموس او مصر. اللي طلع الاول كان ترانزستور ترانزستور بروجكت، فالراجل اللي عملها سنه 2000 74 كده كويس. كان في كل ارقام الاي سيز، لا في ارقام بعض الاي سيز او بروجكت بتبني من كتير، في ارقام ثانيه بتبدا ب 54 كده، ده اللي بتاع السيموس. بس لكن هنا مش عباره عن حاجه، لكن انت اللي يهمك مش الارقام 70 غير انها تعرفك بالتي تي ال. لكن اللي قدامك انا بقى صحيح صفر واحد صفر اثنين، ده واحد مش كده، ده واحد لازم تبقى دي ال او مال او اور او صور او بتاع ماشي. فلازم لما تيجي تدور عليها تعرف عارف تدور عليها، لا مش كده ما تعرفش ايه. نعم يعني A, B, C, D، وبعدين أول بتاع حاجة الإكسبريشن
في بداية صفحة جديدة حقول فاتح بالتكتب وابدأ يعمل كله كتابه معايا بسرعة عشان صار الوقت اللي عايز يشتغل معانا يشتغل بسرعة شوية عندي أربعة عندهم أربعة غير يقول يبقى عندي 2 مستطبعة يبقى عندي 16 صفحة فأربعة أعمل ده تقوم تبقى بتاعي أنا مش عايز أقول لك تقوم تبقى على طول عشان خاطر بس نعمله مع بعض فضلت وخلط في المكتب ومحتاج تركيز علشان
نفهم الكلام ده هو فين. فاذا ما فهمتش حاجه من الاول ما تستناش، هتتلخبط وتستنى. بنعرف حاجه اسمها سم اوف جلوبال اكسبريشن، ونعرف حاجه ثانيه اسمها جلوبال اوف سم اكسبريشن. المثال اللي فات اللي كان موجود عندنا تبع مين بالظبط؟ ده بس ده مش تبع حد، ده فيه برودكت اوف سم وفي سم اوف برودكت. طيب الشكل اللي هو فيه سم اوف برودكت او برودكت اوف سم واضح جدا موجود عندي. تعال نشوف الاكزامبل الاولاني، اي بي ده برودكت صح؟ واي بي سي برودكت تاني، يبقى لما احط منهم نور يبقى عملت سم اوف برودكت صح؟ يبقى كل ترم باي اتسيلف هو برودكت والتوتال اكسبريشن سم اوف برودكت. واضح الكلام؟ الاكزامبل اللي بعده اي بي سي ده ترم ده عباره عن برودكت، سي بي اي ترم تالت عباره عن برودكت، ترم تالت بي بار سي دي بار برضه برودكت. لما وصلتوا جنب بعض عملت لهم بولينج بقى سم اوف جول. هتلاحظ حاجه في الكلام ممكن تتقال بعد كده بس لو كانت دلوقتي تبقى كلامنا واضح جدا، ان البرودكت بيتم عن طريق ال وان السم بيتم عن طريق جول صح؟ صح. واضح الكلام ولا في مشكله؟ طيب لما تيجي تنفذه هتلاقي نفسك بتنفذ البرودكت بال والصم بقول. في الاول هيبقى عندك ان للاي بي مثلا وان للاي بي سي، يبقى دي لوجيك ان ودي لوجيك ان، والاول بتاعهم معمول له هو واضح. طيب برودكت اوف صم، برودكت اوف صم يعني كل ترم باي اتسيلف عباره عن سمشن عباره عن هو، والاول بتاعهم بتاع كل ترم عملت له برودكت في عن طريق اند جيت، يبقى انت بدات بفور وانتهيت بان. ده بالنسبه للبرودكت في الصرف. من حقك عشان انت تتساءل ايه لازمه وجع الدماغ اللي انت بتديهم ده؟ صح؟ ومن حقك ان انا اجاوب لك على الكلام. بس انا لما هجاوب هبدا بان انا اقول لك كل طرف حاجات خدها كل واحدة سبريتد كده لوحدها، لو هي موجودة كده تبقى بالوضع ده، ولما نيجي نشوفكم مع بعض هتعرف ايه لازمة الكلام اللي موجود عندك. واضح برضه ولا تفصيل أكتر؟ طيب أنا ما اتكلمتش عن البرودكت أوف صن سبيسيفيك عن الحاجات اللي قدام، لكن لو بصيت على حاجات عملت ما قلت الاكسبريشن الأولاني كان ايه؟ بار أور بي أدي تيرم عبارة عن صن. الترم اللي جاب بالنسبه له عباره عن A أو B أو C يعني صف تاني. والترم عملت لهم برودكت مع بعض فعشان كده قلت عليه برودكت أوف صف. السلايد دي بتقول الكلام اللي انا قلته لك من شويه، ان الصف برودكت عباره عن ان في المراحل الاولانيه وعباره عن اول في الاخر. صح كده؟ وبيكرر ان البرودكت بيتعمل في اند جيت وان السب بيتعمل في اور جيت. محتاجين شويه؟ وبعدين في او في سي دي او في اف وبعدين ما كلها برودكت مع ال
كبير وعمل لها صمت مع الابن. العمليه ببساطه جدا، كانك بتضرب في الاقواس اللي موجوده عندك، كانك بتفك الاقواس. واضحه؟ يعني خد اي دي وبعدين ضرب البي في سي دي بقى البي سي دي، وبعدين ضرب البي في اي اف بقى البي اي اف. صح كده؟ كانك كانت بتتكلم مش فل الاكسبريشن، كانك بتتكلم عن الجبر. عشان انت بتفك فك الجزء عندك. في صعب كده؟ ممكن حاجه صعبه في الكلام ده؟ طيب اللي بعد منه، اللي بعد منه هو من برودك، برودك وصمت، وطالبك انك انت تعمله صمت وفروض، بس ما عندكش الطريقه اللي تحولها مباشره، فانت بقول لك عادي اقواس اضرب اربعه، فاقواس اضرب اربعه ايه دي النتيجة بتاعتك اور اي سي اور اي دي اور بي بي اور بي سي اور بي دي. في مشكلة في الكلام ده؟ في حد عندكم كومنت على حاجة؟ خالص؟ طيب ها؟ ضربت توصفوا بقى، كان ضربت توصفوا بقى. طيب في واحد في المجموعة اللي فاتت قال لي يعني ايه بي بي؟ سي واحد يعني ايه بي بي؟ الإجابتين صحيحة كانت تجاوب بنسبتكم صح وتجاوب بنسبة تانية صح. بي بي يعني كانت عندك أقل ودخلتها بي مرتين. الأول صح هيطلع إيه؟ بي هيطلع بي. يعني ممكن أشيل البي بي وأحط مكانها بي. ما فيش فيها مشكلة. اللي بعد كده عايز حد يكتب لي فسرها لي. حد شرط بار وكل العلاقه اي زائد بي بلس سي كلها بار، فبار وبار يبقى هتطلع اي زائد بي والبار هينزل على السي، بعد كده اضرب اقواس عادي سي سي بار في اي بعد كده سي بار في بي. في حد موقع ده كده؟ انا فهمت. انا موقع. انت كده صح؟ بس انا حاجه غلط كتير. حد كده صح؟ البار اللي بيتوزع على اللي تحته ونحول الزائد ايوه هو الاورجانت في اورجانت دي 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 اورجانت بقى A و B عليه اثنين بار في البحر مالتبلاير واي سي البار واحد وبعدين الاثنين بار بيكنسلوا بعض اكس اكس فاكرين اكس على ضرب بار بتساوي اكس تطلع لك ايه بي ايه و بي وبعدين بقول له بي اس وبعدين فك الكورس. واضح كلامي يا فندم ولا اقول مره ثانيه؟ ايه اللي مش واضح حاجة؟ ايه اللي مش واضح؟ بص ليه؟ دي برجة كان بيقول لو انا عندي اكس بتساوي ايه؟ اور بي وبعدين فاصل. فاقدر اشيل البرج في النص واخليها ان وتبقى اكس بتساوي ايه بار؟ اور بي بار. صح كده؟ في اكزامبل تاني موجود عندك وشرحت لك حاجه في حاجات في الدوران وحاجات مش في الدوران لكن هو بيقول نفس الكلام. يعني الكلام ده ممكن
عرفناه، والبرودكت بيرسونال عرفناه، بس هنا عرفت حاجه جديده فكانت بتبقى جديده قوي، بس بنسميها ستاندرد سايت اوف برو، وبعد شويه على حاجه ستاندرد برودكت بيرسونال. فاكرين الاكسبريشن اللي فات؟ ايوه الاكسبريشن اللي فات. ناخد اخر اكسبريشن اللي هو ايه؟ سي بار اور بي سي بار. في كم فرق هنا؟ A و B و C و B و C صح؟ قبل ما نكمل الفيريبلز نعرف الفيريبل عندنا بان هو يا اما ايه؟ يا اي بار. يعني انا شفت اي بار يبقى احتاج يكون عندي فيريبل زي ما كنت شفت ايه بالظبط. فلو بصيت على الكلام ده A C بار و B C بار هيبقى عندي ثلاثه فيريبل، في الـ A في الـ B في الـ C سواء بالبار او بالغير بار. لو بصيت على كل برودكت لوحده على كل ترم لوحده بيحتوي كام فيريبل؟ اثنين اثنين فيريبل. يبقى ده مش ستاندرد. الستاندرد هو يبقى كل ترم بيحتوي كل فيريبل. لما يبقى كل ترم بيحتوي كل فيريبل. يعني موجود عندك هنا الصفحة اللي عندك أربعة فيريبل A و B و C و D صح؟ الثلاثة ترم اللي موجودين عندك اللي مكونين للصفحة والبرودكت كل واحد فيهم في أربعة فيريبل يبقى ده ستاندرد. واضح كده؟ في حد عنده مشكلة؟ ما فيهاش حاجة بس دي حاجة حلوة. طيب هل ممكن نحول من الصرف فورورد الى ستاندرد صرف فورورد؟ اه تقدر تحول من صرف فورورد لستاندرد صرف فورورد وتحولها تحول فيها ببساطه شديده جدا. قبل ما ادخل فيها احط حاجه على السطور واسالكوا عليها واشوف الكلام اللي جاي بعد كده هيبقى سهل ان احنا نفهمه. هختصر الكلام اللي انا بقوله خلاص انت بتكمله بكمله. هختصر الكلام اللي انا عايز اقوله
الترم البرنتر والترم ده تبقى تربة بي سي اي بي سي اي بار صح؟ هنديه هو كده يبقى تحولت كده من نان ستاندرد فور الى ستاندرد فور اكتب اللي انت عايزه ايه بس بتلعب كده كله فبدا يجاوب قال لك ان ستاندرد فور اكسبريشنز ار امبورتنت ان كونستراكتنج تو ستيل انك تقدر تعمل من ده تو ستيل الحاجه الثانيه تعمل حاجه اسمها كارنوت البسنج دي مش فيريا هو واحد البسنج دي كتير فيريا نعمل ازاي؟ نعمل مثال عشان نسمع الكلام اكتر احط هو كومنت احط هو كومنت احط هو كومنت مرتين اثنين يوم ثم هيطلع بالغريبه كده تعرف كلمات فيها سي سكول عايز يحول ده هم الاثنين كومبينيشن اي بي يساوي اي بي عامله ازاي؟ جيت هنا لقيت عندي ميسنج اثنين فيريبل اعمله ازاي؟ تعملها على مرتين بمعنى ان انا همسك الاي واقول ان الاي دي عباره عن ايه مضروبه في بي ولا بي وبعدين هتطلع لنا ايه بي وهنا ايه بي بار دينا هتظهر لا يبقى ايه بي هتقول تفضل وبعدها سي او سي بار زي ايه بي بار برضه سي او سي بار وبالتالي يطلع عندي A B C or A B C bar or A B bar C or A B bar C bar وبالتالي كان بدي في مين؟ في A النتيجة اللي لما خلص اثنين فيريبل الفيريبل بينزل باثنين هيبقى لازم اثنين الفيريبل فيرو كان لازم الاثنين تقييم يبقى بعض جنب بعض يبقى اكتر شيء تقيمهم ما بينها جنب بعض البي سي تبقى مراجعة عليها لوحدها فعشان كده الستيم الثانية بيكون ريبيت لحد ما توصل للستيم
هيقول لي الاولانيه ايه وبي.
اور سي اي اور دي مش مشكله شغاله لكن لما يقول لك ادخل المعمل نفس الاكسبريشن بتتكون من
خمسة ستة ترم ونفذ الانسبريشن بتكون من اتنين ثلاثة ترم. اي حد عاقل هيقول لا بتاع اتنين ثلاثة اسهل وارخص واوفر في الوقت وفي الفلوس وفي عدد الدرجة اللي انت هتستخدمها يعني في المساحة بتاعت البوردة اللي هتشتغل فيه. يعني فاحنا عندنا اوبجيكتيف مهم جدا في شغلنا ان احنا عايزين نميليمايز الاكسبريشن على قد ما نصغره بدون ما تفقد طبعا النتيجه. طيب الميليمايزيشن ده تعمله ازاي؟ ببساطه نوع عليه بنعمل سيمبليفيكيشن، نبسط الاكسبريشن عشان ما نقولش ان احنا هنغيره، لا هنبسطه نصغره شويه. في اكتر من طريقه للتبسيط. طريقه احنا فوتناها ما اتكلمتش عنها خالص، بتعتمد على روت على 12 رول، على 12 رول المفروض حضرتك تحفظه، تحفظ ال 12 رول وتيجي تنفذ بيهم السيمبليفيكيشن. دي الطريقه الاولانيه، ودي الطريقه اللي انا ما كنتش اديها لك، قلت انت راح تحفظ وراح تنيل، فناخد الطريقه السيستماتيك الاسهل. مش انا اللي بقول كده على فكره، الناس كلها بتعمل كده دلوقتي. بتاخد السكه الاسهل انك تعمل كارن اوف ماب، وكارن اوف ماب بتخلصه بسرعه وتطلع لك النتيجه وضامن لك النتيجه. لكن وانت مشغل في السيمبليفيكيشن هتعتمد انت فاكر صح ولا فاكر غلط، استخدمتها صح ولا استخدمتها غلط، مشيت في الطريق اللي هيوصلك بسرعه ولا الطريق اللي هيوصلك ببطء، مش هتبقى عارف. ما كانش عندك خبره كبيره مش هتبقى قادر. فاحنا عملنا سكيبنج للجزء ده. بس في رول مهمه موجوده، وعلى فكره في ستة رول فيهم هايفين ما لهمش لازمه، يعني انت بتستخدمهم من غير ما نقول عليها انها رول. فاكر بي بي بتساوي بي؟ بي دوت بي بيساوي بي؟ مش قادرين نجيب الاول؟ واي اور 1 بتطلع 1؟ هذه من ضمن الرولز اللي موجوده. لكن الرول اللي احنا عايزين نستخدمها دلوقتي بتكون اذا كان عندك اي او بيزي، فدي هي نفسها عباره عن A or B مضروبه في A or C. دي رول، رول مشهوره جدا، الرول رقم 12 ارسل واحده فيهم في اسمها كويس. وعشان هي ارسل واحده فيهم في اسمها هطلب من حضرتك انك انت تسكتها وخدها منك ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع الحاجات اللي طلبتها منك قبل كده. ايه هي؟ مش عارف، ما تسالنيش، اذا كنت ما انتش عارفها يبقى انا مش عارف. طلبت منك ثلاث حاجتين قبل كده. حاجة واحدة بس يا دكتور. حاجتين صح؟ نص حاجة. ما طلبتش حاجة. لا اتحركت. اللي وصلنا لك حاجة وخلاص. ماشي يا فندم؟ طيب دي هتفيدني ايه؟ دي هتفيدك في الاكسبريشن اللي قدام منك ازاي؟ خلاص كتبت الرول صح؟ طبعا كده في حد عنده مشكلة.
كفر. بس انا عملتها اكس عشان اخر ما جت كبر الدور على بعض ما تطبش ما تقوليش ان فين الروت. الروت هي قدامك اكس او اي او بي يبقى هي اكس او اي مطلوب اكس او بي ده اللي كنت اخد منه وجع منه مش هيك اكس او عملها كده طلعت بي كول سي كول بي كول اي بي بي كول سي كول بي وبالتالي استخدامك للرول هيساعدك انك توصل للستاندرد رولك اوف صن. الترم الاولاني الترم الثاني بي يو سي بي الترم الثالث بي يو سي بي
الوحيد اللي يعمل فيه كل الفيديو كل ستات الواحد الاولاني زودنا عليه كان نقص دي زودنا عليه دي دي بار اللي هي بتساوي صفر اسمه كده اسمه كده ال فزودنا عليه دي دي بار والثالث طلع عندي انترنت وطبقهم على طول اللي هي الروم 12 في Thank you.
5 A بار B بار 4 C after 5 A 4 3 4 C after 5 A 4 B 4 C بار ايه
طيب
من البرولة يوصل للصرف البرولة. تقدر؟ هي نفس الكلام. نفس الحوار. هو نفس الكلام. تشوف الإصبار فين؟ تبقى دي البرولة توصل. الوحاية هي الصرف البرولة. ماشي؟ مش بتبقى جامعة تاني. طيب. لكن هي طبعا
الطريقه بتاعت التمثيل، يعني الاكس تساوي اي بي سي دي الباينري ريبريزنتيشن بتاعها معناها واحد في مكان ما، واضح؟ لكن مفيش فيها غير شكل بس جديد عليك شويه، ممكن تتلخبط في الاول لكن بعد شويه هتلاقي نفسك ماشي فيه عادي مفيش فيه مشكله. تاني هنا بيكون اهميتها انها تعمل سيمبليفيكيشن اكسبريشن وتسهل عليك التعامل مع التروث تيبل وكده، قصه اللي هي ملهاش لازمه يبقى بص عليها انت في السلايدز، يعني مش محتاجه غير محتاجه اقراها يعني. لكن انا يهمني انك تتعامل مع الكارلوس مارتينز عادة بنشتغل على 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables, and so on. هتظهر أهمية كارلوس الآن لما نبدأ بثلاثة variables. 2 variables اللي بتفهم مش محتاجة انك تبذل فيها مجهود انك تبذل في كارلوس. لكن ثلاثة أو أربعة بنقول أه احنا كده بنقدر نستفيد بيها كويس. لو كانت 2 variables في السيمبليفيكيشن فيها سهل وهي بتنزل مبدا بسيط واضح. طيب عايزك تبص عليه وتركز كده شويه، بدات انا في 3 فيريبل. 3 فيريبل بعد كام احتمال؟ 8 8 مش كده؟ يبقى انا عندي هنا 8 6 يبقى زي هنا بالظبط. كانوا 8 احتمالات بنعملهم بطريقه معينه، هنا 8 احتمالات بنعملهم بطريقه مختلفه. السيلز اللي موجوده عندنا الثمانية سيلز دول، الثمان خلايا اللي موجودين عندنا دول وصول جنب بعض ازاي؟ طريقة وصولهم ازاي؟ بنعمل أربع صفوف في عمودين يبقى 4 رولز و 2 كولم. الرولز موجودة عندها بتبقى تحتوي الـ A B، ناحية الرول بنحط فيها الـ A B، ناحية الكولم بنحط فيها الـ C. طب لو C D هنحط برضه ناحية الكولم فوق. يبقى انا اول 2 فيريبل بحطهم على الروز وثاني 2 فيريبل بحطهم على الكولم. يمكن يكون الكلام مش واضح برضه، مفيش مشكله لو مش واضح هحاول اربع شهور، بس مبدئيا الى حد ما نقول ان الكلام مفهوم. ما كانش مفهوم اول تاني. نعم. ازاي لما تروح مش هتعرفها طبعا، لكن احنا بالصدفه بنتعرف لسه على اعمال المرأة ونتعامل معاها، لكن ان شاء الله الفتره الجايه تكون خلصناها. لكن احنا بنستخدم طيب اول حاجه هتقابلنا ده الديزاين بتاع المرأة. في مشكله في الديزاين؟ لو كان عندك ثمانية سيلز دي بتبقى الشكل فمكتوب قدام منك اي بي وتحتها صفر صفر وبعدين صفر واحد 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 صفر. دي الاحتمالات بتاعت الاي بي مش كده؟ صفر وصفر وممكن صفر واحد وممكن واحد وصفر وممكن واحد واحد، دول اربع احتمالات. بس لاحظوا بالطريقه دي ولو لاحظت الطريقه اللي احنا مختلفه عن طريقه الرصد بتاعت التروس تيبل. في التروس تيبل حطينا صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صح؟ الراجل ما عملش كده، عمل صفر صفر وبعدين واحد وبعدين واحد وبعدين واحد وبعدين واحد صفر لدرجه في نفس يعقوب. ما عملهاش كده اهو، اعملها عشان يسهل على حضرتك معلومه عايز اوصلها. لكن ممكن تغيرها ممكن، بس لما تبقى راجل كده فاهم كويس الشغل اللي موجود تعمل اللي انت عايزه، ما عندكش مشكله. طيب السي احتمالاته ايه؟ يا صفر يا واحد مفيش فيها عقلانيه. طيب لو انت عندك اكسبريشن مكتوب فيه A بار B بار C بار مضروبين في بعض، تعرف تقول لي الباينري ريبريزنتيشن بتاعهم ده برودكت A بار B بار C بار الباينري ريبريزنتيشن بتاعها ايه؟ صفر 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 مظبوط كده؟ هو ده موجود في السيرفر الاولاني، صفرين للايه وصفر للسي، ما
نشوف كم قطعة صار، أنت بتشوف قطعة صار، فات معايا، يبقى السلة الأولانية بتريبريزنت A بار، B بار، C بار. صح؟ صح. طيب، كم ماشي؟ يبقى الدب. طيب، حد يقول لي اللي تحتها؟ A بار، B بار، C بار، A بار، B، C بار. اي بي سي بار واللي بعدها اي بي سي بار خلاص نكمل الباقيين مشكلة مش عشان تعبت صحيح عزيزي الحمد لله.
انا عايز ابين اهميه ان انا ارسم قواعد صح عشان اقدر ارجع عليها. في حاجه اسمها سيل ادجيسن. يعني ادجيسن يعني جاري كويس؟ ادجيسن يعني جاري. الراجل ده ادجيسن ده يعني جاري. بس هل انا يعني فوت حته للاسف كنت عايز ابص عليها في السلايد اللي قدامي. انا عايز اسالك في وخروج اللي فاتت من السلايد اللي عايز اسالك تحط اقل نفسك في السن اللي هي كلها زيروز اول واحد. وتتقل تبص على السن اللي تحتها. ايه الفرق بينهم؟ بس كل حاجه
مش فاهم على الجزء السادس خالص. طيب في حاجات مش فاهم على الجزء السادس خالص يا جماعه، في حاجه مش فاهم حاجه خالص في الاول. مش فاهم حاجه خالص كده، هم عايزين يقولوا لك فيك يعني، انا ما قلتش حاجه. طيب انا عايز اكون سر في السر كده محمد، قال لك انا عايز اكون في السر الاولانيه خالص. تعرف ايه طريقه السبيشن؟ طيب السر اللي جنبها في الصف الاولاني ايه الفرق بينها وبين اللي جنبها؟ الاولانيه اللي انت دخلتها الاول سميناها سميناها اجهزه ال 16 كيلو عشان شبه بعض في كل حاجه اللي في جوه. والمواد الاولانيه والرابعه هيطلع بنفس الطريقه. ماشي كده؟ طيب حد معاه ورقه فيكم؟ هيديك نص درجة زيادة. طب القرن المختار عندك هو عبارة عن الورقة دي. فأنا أقدر أقول إن أنا عشان خاطر أقرب العملية رجل أكثر الأجسم ست هي الجيران اللذيذ في بعض. بس بشرط إنك تمسك دي وتلفها كده. صح؟ باول باول جسم سيلز. وايه كمان؟ وتمسكها تعملها كده. برضه باول جسم سيلز. كلام واضح. في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب. هو سايب المهم. هنا جايبين السيل أجسم سي. كل أجسم سيلز قد يجيبوا لك مع بعض. أنا مش عارف إذا كنت تعرفت على ذلك ولا لا، بس هو مش هيبقى على كل الجماعة اللي جنب بعض في الأعمدة نفسها، السيلز اللي جنب بعضها في كل عمود. فكل واحدة مع اللي جنبها أجسنس. اللي بعد كده خدها مع اللي جنبها في الصفوف. واللي بعد كده ازاي هو الاكسبريشن في اكثر من واحد هنستخدمه.
فنرجع تاني للأرنب عشان نعرف تبقى ثلاثة، عنده أربعة. يبقى أنت لازم تبدأ متأكد إن كارل فلان هيبقى فيه أربعة وحدة. صح؟ أماكنها فين؟ بس إحنا لسه بنتفاهم فيه. أول حاجة عشان تحط أماكنها كانت الباينر برزنتيشن. الثلاث أصوات دي كانت فين؟ دي كانت أشهر واحدة، دي أول واحدة عملناها لأن أنا ما بقاش حاضر جدا. الباقي كله كانت تعمله هو اللي بدأ يفتكر من دماغه. صح؟ اللي بعد منه 001. يبقى أنت 00 يعني في الرول الأولاني. صفر يعني كنت في الكورد الأولاني. واحد يبقى أنت في الكورد الثاني. Thank you.